اهلا القمص بولس، اهلا وسهلا ومرحبا. استاذ الخميني الكنسي، استاذي وحبيبي، فضيله وصاحب السماحه والفضيله والعارف بالله الاستاذ الدكتور خالد الجندي، وحشني ربنا يخليك يا ابونا ويديك الصحه وحشتني ويديك وحشتني، وانا بعتبك على الهوا زعلان منك ليه؟ عشان من يوم ما كنا مع بعض بنعزي في مسجد الرحمن صحيح ما شفناش بعض الا مكالمه يسيره مره ورساله قليله مره، وقد جمعنا الحب نعم وجمعتنا الصحبه الهنيه وجمعنا المسجد كمان والعلاقه السنيه الجميله، وانت رجل فاضل، واحنا دخلنا قناه ازهاري على حسك. ربنا يخليك، ده انت تنور اي مكان. تعيش يا دكتور خالد، انت انسان حلو، انسان دامس الخلق، وانسان طيب القلب، وانت تترجم ترجمه عمليه كما جاء في الحجرات ايه 13: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذه واحده. انت نعم. ايضا الله عليك. تطبق ما جاء في السنه في الحديث 4995: كل من امن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او فليصمت. نعم. ويعجبني فيك انك من المؤمنين، من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا وما بدلوا تبديله. وايضا انت رجل اختصك الله بقضاء حوائج الناس وحببهم في الخير وحبب الخير فيهم، وانت منهم، انهم الامنون من عذاب النار في يوم الاخره. ربنا يخليك. انت رجل فاضل ووجه مشرف. الله يخليك. وعندك قدره جميله انا يعني بحسدك عليها في النقاش والصدر الواسع والاحتمال، ودائما الغلبه لك. استغفر الله. ربنا لان سعه الصدر دائما تاتي بالنوايا الحسنه، والنوايا الحسنه تخرج من قلب حسن، كما علمنا السيد المسيح له كل المجد في موعظته على الجبل عليه السلام، حينما قال: الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، ومن فضله القلب يتكلم اللسان. الله. وانت رجل جليل ومحترم وازهري، تعطي ايقونه جميله عن الازهر الجميل السمح. وانا اعلن لك ان امان مصر من امان الازهر، وسلام مصر من سلام الازهر. يكتمل هذا الامان والسلام حينما يحتضن الازهر الكنيسه، وتصير المناره والمئذنه شيء واحد في علم احمر ابيض اسود، وهو لو وضعت عمامتك على عمامتي لصار علم مصر. صحيح. تامل هكذا، تامل عمامتك الجميله البيضاء مع عمامات السوداء، فتجد ان الاحمر الابيض الاسود، متخيل؟ علم مصر. جميل. وانظر الى عينك الجميله، وانت تمتاز بعينين جميلتين كما تمتاز. حركتني يا ابونا. حركتني يا ابونا والله. عليك ايها الشيخ الجليل، والعين كذلك البياض والسواد، هل تستطيع العين ان تعمل بدون السواد؟ لا طبعا. كلا. نعم. فمصر تمتلك كل هذه المقومات الجميله. الله. تعال ايضا الى الله سبحانه وتعالى. من هو الله؟ سبحانه وتعالى. هو الملك القدوس السلام المحبه. الله. وانت اثنيت علينا حينما علمت ان شقيقي الكبير الاستاذ الدكتور علوي امين وانا عملنا بروجرام جميل قوي. نعم. في رمضان اللي فات 30 حلقه وعجبوك قوي. اسمه رمضان محبه. هو كده. عملنا 30 فضيله من مشكاه واحده. من القران والانجيل. وكانت تذاع في اليوم 3 مرات، انها اعجبت الناس ووجدت قبولا حسنا. ليه؟ لانها خرجت من قلب طيب. نعم. لا ينقض وانما ينبض بالحب. نعم. لا ينقض انما لما قعدت انا واخويا صديق، هو كان استاذي في الدراسات العليا في الاحوال الشخصيه لغير المسلمين ومنحني درجه الماجستير، قعدنا نبحث
وجدنا 98% مشتركه جميله. طب نعلن للناس صحيح وتعهدنا واعتقد انت تعلم ذلك وانت مدحت ذلك. نعم وتعهدنا ال 2% ما لناش دعوه بيه. بتاعت ربنا احنا مالنا بناقص. ربنا خلق الدكتور خالق كنزي ابيض وخلقني انا قمحاوي وخلق الدكتور علوي اسمر احنا مالنا. بينا نطلع من المشتركات دي وانت اعجبت ومدحت كده طبعا وهنعملهم السنه دي 30 تانيين. كمل يا ابويا. طلع 30 كمل. وذكرهم بايام الله. الله سامع ازاي؟ وذكرهم بايام الله. ولكن تخرج علينا اصوات غريبه يا دكتور. وانت قاومت هذه الاصوات وهذا ما امدحه فيك. قال ايه المولد النبوي بدعه؟ قال ايه ميلاد السيد المسيح بدعه؟ قال ايه ميلاد فلان بدعه؟ طب ايه رايك بقى؟ انا السنه دي احتفلت باربع اعياد ميلاد. الاول بمولد النبوي الشريف واكلت الحلوى مع شقيقي وتبادلنا الحلوى واحتفلنا. الثاني احتفال اخويا فضيله الدكتور علوي امين كان 1 يناير. احتفال مولانا الوالد الطيب الرجل الصالح الاقصري فضيله الامام الدكتور والد كل المصريين. الدكتور احمد الطيب 6 يناير. واحتفلنا اليوم بعيد ميلاد السيد المسيح. عقبال ما احتفل ميلادك انا عارفه بس مش هقول للناس عشان ما يزعجوكش. فاتنا يا ابونا لان عيد ميلادك يا دكتور يعني يعتبر عيد قومي. انا عيد ميلادي يوم ما كلمتك ربنا يخليك. لا انت انسان حلو يا دكتور وانسان تدل على خصال حميده. ربنا يخليك. انت انسان طيب. شكرا ليك يا ابونا بولس. ويعني مش عارف اقول غير جزاك الله خيرا. لسانك يقطر شهدا وعسلا ويعني يفوح بالعطر هذا القلب الذي يمدح الاسلام ويمدح المسيحيه يمدح الانبياء وينبح يعني هذا المديح في يعني حب الله عز وجل وحب الناس جميعا. احييك على هذه البراعة في استهلالك لكلماتك بآيات قرآنية بأداء رصين وبأحاديث ما شاء الله. هو ده اللي بقوله بقى لدعاتنا، شوفوا تعلموا. هو الرجل ده يعني اهو رجل دين، أستاذ القانون الكنسي، أستاذ القانون الكنسي، رجل متمكن من دينه ومتمكن من معرفة ديانة الآخر وملة الآخر. أنا أريد بالجميع أنهم يتعرفوا على الآخر.